ماذا يحدث؟ ايه اخر تطورات اوضاع على الجبهة اللبنانية الاسرائيلية؟ وايه هي خطة تل ابيب حرق لبنان وإعادتها الى ما قبل العصر الحجري؟ الكلام ده بنعنيه ما بنبالغش، يعني هقول لكم ليه دلوقتي. هل بالفعل اسرائيل او تل ابيب عندها خطة لتكرار نفس السيناريو وتنفيذ حرب الإبادة اللي حصلت في غزة تكررها في لبنان؟ ربما. هل فعلا الأسرى الإسرائيليين اللي موجودين عند حركة حماس تم نقلهم إلى مصر؟ هل تمكنت حماس عن طريق الأنفاق بنقلهم إلى شبه جزيرة سيناء؟ وإيه حالة الذعر الهستيري اللي بيعيشها نتنياهو خلال هذه الفترة على حد وصف صحيفة يدعوت أحرنوت؟ تفاصيل كتير هتكلم فيها في هذا الملف المهم جدا. يبدو كده ان الاوضاع على الجبهة الاسرائيلية اللبنانية بتزداد خطورة وبتدخل في منعطف او منحنى خطير جدا جدا، ويبدو كمان ان الحرب على غزة على رفح مش هتخلص دلوقتي ومش هتقف دلوقتي، لان تطورات الاحداث والواقع على الارض بقول كده، وكأن اسرائيل بتطلع لسانها للعالم وبتقول لهم ان قرار مجلس الامن اللي بيقضي بوقف اطلاق النار في غزة تقول لهم بلوا شابوا ميته. وزير الامن القومي الاسرائيلي اتمار بن غفير طلع، ده الراجل ده راجل متطرف جدا وتصريحاته اعنف مما تتخيل، وهو صاحب مقولة اعادة لبنان الى ما قبل العصر الحجري. الراجل ده طلع بيهدد نتنياهو وحكومته بشكل واضح وصريح، وبقول لهم انا مش قاعد في هذه الحكومة ما لم يتم استكمال الحرب في غزة وما لم يتم بدء حرب جديدة على لبنان وعلى حزب الله. النص كده انا لن استمر في حكومه ترفع الرايه البيضاء. وقبل كده الراجل ده طلع في تصريحات برضو يمكن في مطلع الشهر الحالي اتكلم برضو بنفس المعنى وبنفس الطريقه، وطالب بشن حرب شامله وواسعه النطاق على حزب الله وعلى لبنان، وقال بالنص كده لقد حان الوقت لحرق بيروت واعادتها الى ما قبل العصر الحجري. يعني قمه التطرف وقمه النظره الاجراميه في التعامل مع القضيه الفلسطينيه او القضيه الاسرائيليه او القضيه اللبنانية. ودي رسالة واضحة بتحاول إسرائيل تمررها لكل دول المنطقة وكل حلفائها وكل المراقبين والمجلس الأمن والمنظمات الدولية، بأن هناك رغبة حقيقية أو هناك نية حقيقية لدى الجانب الإسرائيلي بتكرار نفس الحرب اللي حصلت، حرب الإبادة اللي حصلت في غزة، تكرار نفس السيناريو في لبنان من خلال حرب جوية وحرب برية تأكل الأخضر واليابس. طبعا وكأنها زي ما قلت بتقول قرار مجلس الأمن ده بلوه شربه ميته. طب إيه موقف الأمريكان؟ الحقيقة أمريكا موقفها أصبح مليء بالحذر والترقب والقلق والرفض كمان، يعني غالبا هي رفض ما يحدث في إسرائيل في ظل حالة التوتر اللي حصل بين واشنطن وتل أبيب خلال الفترة الأخيرة. وطلعت تقارير أمريكية بتؤكد استحالة حدوث هدنة أو وقف للحرب في غزة في ظل توترات الأوضاع وفي ظل تعنت الجانب الإسرائيلي وفي ظل التصريحات المتصاعدة من جانب المسؤولين الإسرائيليين بما فيهم بن غفير اللي حقيقة يطالب بشن حرب شاملة على الجنوب اللبناني. CNN الأمريكية نشرت تقرير مهم جداً بتكشف خلاله التحذيرات اللي أطلقتها الإدارة الأمريكية من تداعيات التصعيد في المنطقة، وهناك تخوف من حدوث حرب شاملة. CNN كشفت جوانب خطة إسرائيل اللي بتنتوي القيام بها خلال المرحلة اللي جاية. وبالفعل CNN قالت إن إسرائيل بالفعل قررت المضي قدما في شن حرب على الجنوب اللبناني، حرب برية في ظل غطاء جوي، وإن تل أبيب أبلغت واشنطن بهذه النوايا. يمكن تل أبيب أبلغتها بشكل رسمي إن بالفعل إحنا ناويين نخش جنوب لبنان وما فيش بديل عن هذا الأمر، وممكن أبلغتها أيضا بتفاصيل أخرى من خطتها اللي ناوية تنفذها. أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي عمل اجتماع مهم جدا خلال الساعات الأخيرة اللي فاتت مع مسؤولين إسرائيليين. هم مين؟ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي اللي هو تساحي هانيل ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي مورون ديرمر. أبلغهم بشكل واضح وصريح إن من مصلحة إسرائيل عدم التصعيد على الجبهة اللبنانية في ظل وجود حرب دائرة في غزة وفي رفح، وإن من مصلحة إسرائيل وإن الخيار الأمثل لإسرائيل هو التوصل لحل دبلوماسي. شبكة CNN برضو طلعت وكشفت عن وجود مخاوف كبيرة جدا عند مسؤولين كبار في البيت الأبيض الأمريكي، وهؤلاء المسؤولين لديهم تخوف من تطور الأوضاع أو تطور الأحداث إلى شكل أسوأ مما هي عليه الآن. هم خايفين من نشوب حرب شاملة، وهم لديهم رؤية أن حزب الله قادر على قصف نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بالصواريخ اللي هو القبة الحديدية اللي بتتباهى بها إسرائيل، أنهم شايفين أن حزب الله
لديه من الأجهزة ومن الأسلحة التي يمكنها اختراق القبة الحديدية. ويمكن الفيديو اللي نشره حزب الله خلال الفترة الأخيرة أو خلال الساعات الأخيرة اللي بيكشف كثير من المواقع الحساسة لإسرائيل، وإن إزاي حزب الله شايف كل هذه المواقع الحساسة في الداخل الإسرائيلي، بيؤكد هذه المخاوف الموجودة عند إدارة البيت الأبيض. طبعا كل هذه المواقف وكل هذه التصريحات بتعكس سخونة الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، وبتعكس ارتفاع منسوب التوتر بين الطرفين، خاصة ان حزب الله استقبل هذه التصريحات بعنف اكبر، استقبل هذا التصعيد الإسرائيلي بتصعيد اكثر حد واكثر عنفا واكثر سخونة ايضا. لكن شبكة CNN قالت ان إسرائيل بتخطط لشن حرب مدمرة ضد حزب الله، يعني وكأن أمريكا بتسرب مثل هذه الأنباء تمهيد الأجواء لهذه الحرب الشرسة. الغريب إن CNN قالت خبر كمان مهم، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أول الشهر ده أبلغ أحد وزراء الخارجية العرب رسمياً بأن إسرائيل سوف تدخل الجنوب اللبناني. كان واضح الراجل هو بلغ احد وزراء الخارجيه العرب المهمين نقلا على CNN، حتى قال لك فعلا هو احد وزراء العرب المهمين، ما رضيش يسمي الاسم مين، وقال ان اسرائيل بتبدو عازمه على التوغل في لبنان. ايه كان رد المسؤول العربي وفقا لCNN؟ قال ابلغ بلينكن ان حزب الله لن يوقف هجماته على اسرائيل حتى توقف عملياتها المستمره في غزه. وكان المسؤول العربي بيقول له ايضا خلي بالكوا اذا كانت اسرائيل هتخش جنوب لبنان فحزب الله ايضا لن يتوقف وسوف يرد بعنف. طيب طبعا كل المواقف والتصريحات والتصعيد اللي احنا شايفينه ده على كل الجبهات والاصعده بتعكس سخونه الجبهه اللبنانيه الاسرائيليه، وبتعكس ارتفاع منسوب التوتر بين الطرفين، خاصه وان حزب الله استقبل مثل هذا التصعيد وهذا التهديد بعنف اكتر وبتصعيد اكبر واعنف واكثر سخونه. والنهاردة الصبح طلع حزب الله وكأنه بوجه رسالة عملية واقعية لإسرائيل لما يمكن أن يحدث، لأن قوات حزب الله استهدفت مجموعة من الجنود الإسرائيليين بمسيرات في منطقة رأس الناقورة. وطلع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وحذر بأن الحزب لديه من العتاد والسلاح والجنود ما يكفيه لخوض أي حرب محتملة مع الجانب الإسرائيلي مهما كانت هذه الحرب شاملة أو واسعة النطاق، وأنه سيقاتل بلا قواعد وبلا سقف وبلا اي ضوابط، كل شيء مستباح بالنسبه لي يعني. وقال اننا عندنا احتمالات مسبقه بان اسرائيل سوف تنزلق في هذه الحرب الشامله وانهم مستعدين لمثل هذا اليوم، لن يكون هناك مكان امن في اسرائيل، وان هجمات حزب الله سوف تطال اهداف اخرى موجوده في البحر المتوسط. هنا واضح ان هو بيوجه رساله واضحه بان حزب الله ايضا لديه القدره على ضرب الاساطيل الامريكيه المرابطه في المياه الاقليميه العربيه. كلامه بيوحي بهذا، ودي اشاره واضحه لده يعني. رسائل حسن نصر الله لم تتوقف عند هذا الحد. قال لك العدو يعرف أننا حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام، وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان الصهيوني بمنأى عن صواريخنا وأسلحتنا، وعليهم أن ينتظرونا برا وبحرا وجوا. وقال كمان أن الحزب بيمتلك قدرات عسكرية قوية، العدو لا يعرف إلا القليل عنها، وإذا فرضت الحرب علينا فنحن جاهزون لها، وعلى إسرائيل أن تخاف مما سيحدث في المستقبل حال خوضها هذه الحرب. حسن نصر الله قال تاني، قال إن الحزب بيمتلك قدرات قوية من السلاح والعتاد التي لا يعرف عنها العدو إلا القليل، وقال إذا فرضت علينا الحرب فإن إسرائيل يجب عليها أن تخاف مما سيحدث، لأننا بنمتلك سلاح جديد ومتطور لم يكن لدى الحزب من قبل. وهنا بيلوح باستخدام سلاح جديد متطور مفرط القوة زي ما قلنا. كثير من الحركات اللي موجودة أو الحلفاء أو وكلاء إيران في المنطقة سواء الحوثيين في اليمن أو حلفاء إيران في سوريا عرضوا على حسن نصر الله إرسال جنود للمشاركة في هذه الحرب ومساندة حزب الله في هذه الحرب، لكن كان رد حسن نصر الله أن لديه ما يكفي من الجنود المتعطشين للحرب وخوض حرب شرسة ضد العدو الصهيوني. هو الرجل وفقا لتصريحاته يعني أنا جاهز لكم وانتظروني برا وبحرا وجوا. طبعا هذه السخونة في الأحداث لا يمكن النظر إليها بمنعزل عن حالة التوتر الشديدة اللي حصلة بين أمريكا وإسرائيل بسبب تصريحات نتنياهو وانتقادات نتنياهو الأخيرة لأمريكا. التداعيات دي ما زالت أثرها مستمر، وده انعكاس لحالة الذعر الهستيري اللي بيعيشه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اللي هو مهدد بالسجن على فكرة في حال في أي لحظة هذا الرجل. ويمكن النهاردة الصبح طلعت صحيفة دعوت أحرنوت ووصفت
تحرك نتنياهو وتصريحاته ضد الأمريكيين بأنه انعكاس لهستيريا يعيشها نتنياهو الذي بدا وكأنه مذعورا وفقا لتصريحات يدعو حوله، وأنه لم يكن من الضروري إطلاقا إصدار مثل هذه التصريحات من رئيس الحكومة الإسرائيلية، وأن تصرفه بهذه الطريقة لم يأتي انطلاقا من أجل الحفاظ على مصلحة البلاد، ولكن هذه التصريحات كان هدفها الأساسي الحفاظ على مصالح نتنياهو السياسية الشخصية التي لا تمت بصلة للمصالح العليا لإسرائيل. دي صحيفة دعوت حرنوت النهاردة كان تعليقها على هذه التصريحات بهذا الشكل. في تقرير كمان نشرته قناة NBC نيوز، ودي قناة أمريكية مهمة تابعة لهيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية، واتكلمت هذه القناة عن فيديو اللي نشره بنيامين نتنياهو وطلع فيه من يومين بيهاجم أمريكا، وبتقول إن مثل هذه التصريحات كادت تعصف بالعلاقة القوية اللي موجودة بين الحليفين اللي هم أمريكا وإسرائيل. نتنياهو في هذا الفيديو اعترض على تأخر وصول الإمدادات العسكرية لإسرائيل، الإمدادات العسكرية الأمريكية، ووجه انتقادات حادة في هذا التوقيت للإدارة الأمريكية، وقال إن تأخر وصول هذه الإمدادات والأسلحة بيعيق التقدم أو الحرب اللي بتقوم بيها إسرائيل على غزة، والحرب اللي بتعتزم إسرائيل القيام بيها على لبنان، وقال إن هذا التأخير يصب في صالح الأعداء وفق رؤيته يعني. طبعا حصل غضب شديد جدا في الجانب في الداخل الامريكي، واعتبروا ان الامريكان والبيت الابيض ممكن تطلع تصريح معروف وشهير بان هذه التصريحات بتعتبر اهانه ومهينه للبيت الابيض، وطلعت السكرتيره الصحفيه للبيت الابيض كارين جان بير قالت ايه؟ قالت انها ليس لديها فكره عن مثل هذه التصريحات، وتعاملت معها بالشيء من الاستخفاف الحقيقه، وقالت انا معرفش رئيس الوزراء الاسرائيلي بيتكلم عن ايه، حديثه عن او مزاعمه بحجب الاسلحه والذخائر امر غير حقيقي. جان بير قالت ان كل ما تم ايقافه هي شحنه واحده فقط من القنابل الثقيله، وهذا الايقاف كان ايقافا مؤقتا وليس دائما، لكن السلاح والاسلحه الثقيله والذخيره والقنابل ومليارات الدولارات تتدفق بشكل مستمر الى اسرائيل. لا تصريح السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض. طبعا بعد التصريحات دي وحالة الشد والجذب طلعت كثير من وكالات الأنباء أو بعض الإشاعات والأخبار اللي تم تداولها بأن هذه العلاقة سوف تدفع البيت الأبيض لإلغاء زيارة مهمة يقوم بها مسؤولين كبار في إسرائيل إلى البيت الأبيض، ولكن هذا الكلام غير حقيقي وتم نفيه. وبالفعل حاليا وأنا بكلمكم دلوقتي في مسؤولين كبار موجودين في البيت الأبيض بيجروا مشاورات مع الإدارة الأمريكية أجل وضع اللمسات الأخيرة للحرب على لبنان، ووضع اللمسات الأخيرة أو وضع تصور للمرحلة اللي جاية فيما يتعلق بالحرب على لبنان أو الحرب على الدائرة في غزة وفي رفح. يمكن كمان ما هو معلن أن هؤلاء المسؤولين الموجودين في البيت الأبيض المسؤولين الإسرائيليين بيحاولوا إصلاح ما أفسدهم نتنياهو من توتر في العلاقة بين الطرفين. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده، طبعا كل اللي احنا قلناه دلوقتي في ظل سخونة الاحداث وتطوراتها وتصريحات المتبادلة والتأهب لانطلاق حرب يعني شاملة على الجبهة اللبنانية، لا يمكن ايضا النظر اليه بمنعزل عن الرهائن او الاسرى الاسرائيليين اللي موجودين عند حركة حماس، لان هم دول اساس التصعيد المواجهة العسكرية والتصعيد العسكري الموجود بين اسرائيل وحماس. طلع موقع اسمه موقع سروجيم الإسرائيلي نشر تقرير مهم جدا بيكشف حالة الذعر الموجودة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بمستقبل الرهائن والأسرى اللي موجودين عند حماس، وبدأت تلميحات وإيحاءات وتصريحات بتشير إلى أن الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين تم نقلهم إلى مصر، ولا هم موجودين في غزة ولا هم موجودين في رفح، وأن تم تهريبهم إلى شبه جزيرة سيناء عبر الأنفاق. الموقع أكد كمان أن الجيش اكتشف أنفاق أخرى جديدة تم العثور عليها أثناء عمليات القتال. طبعا كل هذا الكلام اللي أنا قلته في متعلق بالرهائن واللي لسه هقوله هو نوع من أنواع التحرش الإسرائيلي والتصيد الإسرائيلي بالموقف المصري، محاولة كده لإحراج مصر ووضعها دايما في موقع المتهم، وده بيأكد اللي قلناه قبل كده في حلقات سابقة، إسرائيل هي العدو الأول والأخير لمصر والكل العرب، وأن المواجهة معاهم جاية إن عاجلا أم آجلا. وعشان كده عايز اقول ان في كمان فيما يتعلق بموقف الرهائن طلع موقع تاني اسمه يسرائيل هيوم، قال ايه؟ اتكلم برضو على نفس المنوال فيما يتعلق بالأسرة، وقال انهم عثروا على اكتر من 200 ممر ونفق وما لا يقل عن 25 طريق تحت الارض كلها تصل الى الحدود المصرية. الموقع قال كمان ان الجيش يقوم بالتحقق، الجيش الاسري يقوم بالتحقق من امكانية
تهريب الأسرة الإسرائيليين اللي موجودين عند حماس عبر هذه الأنفاق أو عبر هذه الطرق الموجودة تحت الأرض إلى تهريبهم إلى شبه جزيرة سيناء. الصحيفة قالت إن الأسرى الموجودين حوالي 120 أسير أو مقتطف، هم متوقعين إن فيه منهم ما لا يقل عن 70 واحد ما زالوا على قيد الحياة. ولما نبص لمثل هذه التصريحات بتؤكد زي ما قلنا حالة التربص والتصيد بالموقف المصري. ولما نبص لتصريحات أخرى نقلتها هيئة البث الإسرائيلية هتلاقيها بتدور في نفس الإطار وبتقول إن الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين تم نقلهم من رفح، وهم مش عارفين هل تم نقلهم إلى غزة أم إلى سيناء المصري. ده كلامهم، لكن على حد زعمهم انه مفيش لديهم معلومة استخباراتية بتؤكد صدق هذا الطرح. طبعا الخلاصة من كل اللي انا عايز اقوله ده ان المنطقة واضح ان هي بتتأهب لحرب جديدة شاملة ربما تستمر مش هنقول سنة ولا اتنين لسنوات طويلة، لكن هذه الحرب اذا قدر لها الحدوث فستكون اكثر خطورة واكثر قوة من الحرب على غزة. ليه؟ لأن حزب الله نحن شايفين من خلال رؤيتنا ومن خلال تحليلاتنا الوضع أنه أكثر قوة وأكثر تأهباً وأكثر استعداداً من حركة حماس، وبالتالي المشهد هيكون صعب جداً والمنطقة كلها ربما تكون على حافة انفجار نتيجة مثل هذه الرعونة الإسرائيلية اللي تحاول تدخل بها المنطقة إلى حافة الهواء. إن شاء الله ربنا يكتب الخير لمصر والشعب العربي والأمة العربية والشعب الفلسطيني. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.